وبمحطتنا الأولى لليوم رح نسلط فيها الضوء على نشاط خيري واحتفالية أقيمت بتاريخ 20/3 بمناسبة عيد الأمة تحت عنوان الدنيا أمة، وتضمنت العديد من الأنشطة. لنتحكي أكثر عن هالاحتفالية، أكيد بيسعدنا نرحب بمديرة مركز أطفال التوحد وتأخر النطق الأستاذة دعاء زهير عماد. يسعد صباحك ورمضان كريم. يا رب رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، شكرا كثير لكم. نحكي بداية عن الاحتفالية بشكل عام، عن أجواء الاحتفال كيف تم وأيمت؟ الاحتفالية كانت في 20/3 اليوم السابق لعيد الأم بمناسبة عيد الأم، تكريم لأمهات أطفال المركز، أطفال ذوي احتياجات خاصة، أطفال صعوبات تعلم، تأخر النطق وأطفال التوحد، أيضا بقسم المركز الثاني قسم المتابعة الدراسية وأطفال الروضة. طبعا الحفل كان بمشاركة عدة فرق وعدة جهات، تم التنسيق له من قبل شهرين ليكون على مستوى عالي. الفرق اللي شاركت معنا قدمت عروض فنية ولوحات راقصة، وكان في عروض مسرحية للأطفال، وفي معرض للأشغال اليدوية من صنع أطفالنا. طيب خلينا نحكي أكثر عن المشاركين، يعني كان يمكن في أطفال أسوياء وأطفال معهم متلازمات أو معهم مرض التوحد، خلينا نحكي أكثر عن هاي المشاركين، عن عددهم وعن يوم الاحتفالية، شو البرنامج الاحتفالية اللي كان؟ هلق انطلاقا من فكرنا نحن كمركز اختصاصي لدمج أطفال التوحد بشكل خاص وأطفال ذوي احتياجات الخاصة بالمجتمع، كانت الفقرات كانت دامجة ما بين أطفال قسم الروضة وأطفال المتابعة الدراسية مع أطفال ذوي احتياجات الخاصة. كان في عروض مسرحية، كان في لوحات راقصة، كان في معرض للأشغال اليدوية، أيضا كان في جهات وفرق غنائية وجمعيات خيرية مشاركة بهذا الحفل، منهم جمعية ومضاد وفرقة عجم شرقي كورال غناء، وكان في لوحات راقصة كتير حلوة وهادفة للأطفال. طبعا نحن باللوحات الراقصة والمسرح ركزنا على الطفل لحتى ندعمه بهذا اليوم، نخليه قادر على الوقوف على المسرح يقدم أحسن ما عنده على مستوى إن كان نص مسرحي بسيط ولا كان لوحة راقصة بحركات كتير بسيطة. عم نشوف بعض اللقطات من أجواء الحفل يلي عملتوه حضرتكم، خبرينا كيف تم ترتيب آلية العمل لترتيب هاي الحفلة، كيف تم قبل بوقت، كيف نسقتوا للموضوع؟ هلق نحن دائما بنحاول نعمل حفل سنوي للمركز، حفل سنوي نحن بنحاول نقدم فيه فقرات خاصة لأطفالنا لحتى نشوف المستوى اللي وصلوا أطفالنا، إن كان من حيث الاندماج بالمجتمع ولا من حيث تقديم الفقرات. طبعاً شبكنا مع عدة فرق، كنا عم نشتغل على الأرض أكثر من 25-30 شخص من كادر مركز ملائكة الجنة، بحب أوجه له الشكر من خلالكم. شبكنا مع منظمات، شبكنا مع جمعيات، تواصلنا مع الداعمين لحتى نحن نقدر ناخذ مكان ونبلش نشتغل على أرض الواقع. طبعاً نحن دقينا أبواب والحمد لله جتنا الدعم من كل جهة، مثل ما قلت لهم أبواب الخير كانت مفتوحة لنا من قبل الجميع. أخذنا المكان، نسقنا مع جمعيات، مع فرق، مع المطربين، مع الناس اللي قدمت فقرات، ومع الأشخاص الداعمين. طبعاً كمان في من ضمن الفرق المشاركين حركة فلسطين حرة، نادي فرسان الأقصى، اللي قدموا لوحات راقصة كتير حلوة، وكمان قدموا تكريم فيها للمركز بشكل عام. أيضا شبكنا مع الداعمين بما يخص توزيع الهدايا، فإجانا دعم، توزعت هدايا للأطفال والأمهات من قبل كنائس، من قبل أحزاب، من قبل أشخاص أصحاب الأيادي البيضاء، بحب أوجه لهم الشكر، شكرا لهم على دعمهم لنا بحفلنا الخيري. يعني من المواد اللي نحن كنا عم نشوفها على الشاشة كان في يمكن عدد كبير من الأنشطة، وأنشطة متنوعة وغنية، كمان شفنا طاولات يمكن معروضة عليها منتجات، خلينا نحكي أكثر عن هاي المنتجات اللي كانت، مين يلي سواها وشو الهدف من وجودها؟ تمام، هلق الأنشطة اللي نحن بنشتغلها بالمركز بشكل دوري هي أنشطة الأشغال اليدوية، هي أنشطة هادفة للطفل بتساعده على تقوية مهاراته الدقيقة، تقوية مهاراته الحسية الإدراكية، التآزر البصري الحركي. فكنا عم نركز على موضوع الأشغال اليدوية حتى نوجهها لتمكين الطفل بالمجتمع من خلال مهنة أو شيء ممكن يشتغله الطفل لحتى يساعده على بالمستقبل، حتى يكون في عنده مهنة معينة يشتغل فيها. طبعا كانت النتائج كتير حلوة بمساعدة
وبإشراف طبعاً من المدربين، ولكن الطفل كان له الدور الأساسي بهذا الموضوع. كانت النشاطات هادفة مثل ما خبرتكم، لقينا نتائج كتير حلوة على صعيد إكسسوارات، لوحات، جزادين صغيرة، لوحات فنية، كتير كانت رائعة. هاي اللوحات بتساهم كتير بدعم الطفل، بتخليه يشوف إنه هو شو ممكن يقدم، وبتخلي كمان يشوف المجتمع شو ممكن هذا الطفل يطلع منه إذا اشتغل عليه بطريقة صحيحة وتوجه للمكان الصحيح. كمان الأم بس تشوف ابنها شو قادر يشتغل رح تكون مرتاحة نفسياً بهذا اليوم، رح تكون واثقة إنه ابنها ممكن بالمستقبل يشتغل شيء يفيد المجتمع ويفيد نفسه. طبعاً هاي الأشغال اللي حضرتك عم تحكي عنها كلها من أشغال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة، التوحد، صعوبات التعلم، تأخر النطق. إيه تأخر النطق، في موهبة كتير عندهم، بتلاقي عندهم هيك مميزات خارقة هدول الأطفال، يعني بدها حدا يكتشفها. شو كان أكتر شيء يشتغلوه هدول الأطفال ملفت للنظر أو هيك بلامس القلوب؟ هلق أطفالنا بيتمتعوا بقدرات كتير فريدة من نوعها، عندهم كتير مواهب إن كان من ناحية الأشغال اليدوية أو من ناحية الفنية، ونحن حاولنا نوجههم بطريقة ما لا يشتغلوا شيء بيتناسب مع قدراتهم الحسية. فهن كتير كانوا شاطرين بالأمور الدقيقة، الأمور اللي بدها تركيز. فكانت اللوحات اللي مصنوعة من حبات الفاصوليا أو حبات العدس كانت هي أكتر الشيء اللافتة، أو الخرز أو الإكسسوارات اللي محتاجة لمهارات كتير دقيقة وتركيز وبتاخد وقت. فتخيلي قديش أطفالنا عندهم كان القدرة على أنهم يقعدوا ويشتغلوا ويركزوا لحتى يصنعوا هذا الإكسسوار الكتير حلو اللي كان الفريد من نوعه، وكان فعلاً عن جد متقن بدرجة ممكن ما حدا يتخيل أنه ممكن طفل ذوي احتياج خاص يشتغله. يعني دائماً بهيك نشاطات بتضل النقطة الأهم هي إضاءة على هاي المهارات يلي بيمتلكوها هدول الأفراد، وأثبت إنه عندهم قدرات مميزة بيقدروا هنن يندمجوا أكثر بالمجتمع. خلينا نحكي أكثر عن يعني نوعية هيك احتفاليات، شو الهدف منها بيكون، خصوصاً نحن عم نشوف كنا أيضاً عبر الصور وجود للأطفال والأمهات مع بعض. تمام. هلق بالهدف الأساسي كان من الحفل هو تكريم الأم. الأم اللي هي رمز العطاء، رمز الحب، رمز الصبر، هي الأم اللي هي مصدر الأمان لك إلا كلياتنا. فنحن خصصنا هذا اليوم احتفال سنوي بيكون في تكريم للأم لجهودها، وخصوصي أم ذوي الاحتياج الخاص اللي بتكون بهذا اليوم بأمس الحاجة لهيك يوم ترفيهي وداعم نفسي. نحن بنخليه بنفس المستوى، لأنه هي لما تجي تشوف طفلة قادر إنه يندمج بالمجتمع، قادر إنه يتواصل، قادر إنه يقدم، إن كان على صعيد الأشغال اليدوية أو على صعيد أغنية أو على صعيد لوحة راقصة أو على صعيد مسرح بسيط، فهي حتكون مرتاحة كتير. وبتوقع إنه هذا التكريم لها بهذا اليوم إنه هي تكون واثقة إنه طفلة موجود بمكان صحيح. أمهاتنا كتير غالين على قلوبنا، فنحن ما منلاقي أحلى من يوم عيد الأم لحتى نقدم لهم هذا الحفل تكريما لهم ولجهودهم. صحيح، مثل ما بيقولوا يعني هو وسيلة أكثر لحتى نظهر بعض الحب الإضافي مثل ما بيقولوا. أكيد. حكيتي حضرتك عن التحضيرات والأمور يلي يشتغلوها الأولاد، صار في تكريم بجوائز كلياتها كانت من شغل الأطفال ولا من شيء ثاني؟ هلق الجوائز والهدايا اللي تقدمت خبرتكم كانت اجتنا من الداعمين أصحاب الأيادي البيضاء اللي ساهموا بدعم الحفل، قدموا هدايا للأطفال وقدموا هدايا للأمهات. كمان نحن كرمنا مدربات مركز ملائكة الجنة بمناسبة عيد المعلم، إن شاء الله كل المعلمين بألف خير يا رب، كمان ساهموا بالتكريم أيضا كان بهدايا وبجوائز رمزية. طبعا الأمهات كان المعرض قدامهم، كمان في كتير أشخاص ساهموا بالشراء هاي المقتنيات على سبيل الذكرى. طبعا في بعض الأشخاص توجه لهم هدايا، أشخاص اللي خبرتكم المساهمين والداعمين الحفل اللي هن أخذوا شيء ذكرى من أعمال الأطفال لحتى يعرفوا إنه قديش أطفالنا هن قادرين يقدموا للجميع، هن مو ناطرين حدا يقدم لهم على قدر ما هن قادرين إنه يقدموا للجميع أحلى ما عندهم. دائما بهيك نوع من الاحتفاليات بيكون فيها لمة حب وعطاء، وخصوصا نحن عم نحكي عن الأم وأطفال ذوي احتياجات خاصة أو أطفال بيعانوا من مرض التوحد. خلينا نحكي في مواقف هيك مرت أو قصة ممكن تذكريها من هي الاحتفالية وأثرت. هلق الشيء اللي أنا كتير أثر فيه، نحن قدمنا مسرحية لأطفال متلازم الداون، فكانوا الأطفال كتير متفاعلين على المسرح، ف اللمة اللي لموها جنب اللي قدمت شخصية الأم، فكانوا يعني عم بيعبروا بطريقة كتير رائعة لحتى أنه الأمهات كانوا كتير متأثرين
بعض الاطفال بس الاحساس صادق واصل فعلا شيء رائع. كان بعض الاطفال كانوا عم بيدوروا على امهاتهم على بين العالم، فبتلاقي حتى الامهات دموعها كانت عم تنزل كثير متاثره، حتى الاطفال يعني كانت مشاعرهم كثير حلوه كانهم عم بيقدموا شيء من جواتهم من قلبهم. تفاجئنا صراحه بالنتائج، تفاجئنا من تفاعل الاطفال، ما توقعنا انه اطفالنا انه ممكن يكونوا قادرين على انه يقدموا هيك اداء، هيك اداء رائع. طبعا نحن كلنا عم نساهم اكيد بالدعم النفسي للطفل على انه يقدر يوقف على المسرح، يقدر يقدم، يقدر يؤدي، يقدر يتواصل مع الجمهور، وهذا الموضوع كثير صعب. بكلياتنا نحن بنعرف علي كبير قبل الصيف، فما بالك اطفال صغار وعندهم حالات خاصه. خبرينا اكثر عن تاسيس المركز، امتى بلش وامتى بلشتوا بهي الفعاليات؟ طيب نحن هلق مركزنا له تقريبا 6-7 سنوات عم بيشتغل على ارض الواقع. بلشنا بانشطه تطوعيه بدايه، مشاريع صغيره، ورشات عمل للاطفال، للمتدربين، لاي حدا بيحب يشتغل بهذا المجال، انطلاقا من انه نحن اصحاب اختصاص او انه خبره بهذا المجال. بعدين اسسنا المركز، كان ما هو ما بين دوامين بيستقبل اطفال بدوامين، دوام صباحي دوام بعد الظهر. أطفال الدوام الصباحي كانوا ذوي احتياجات الخاصة، والدوام بعد الظهر هو أطفال روضة متابعة دراسية. وركزنا على موضوع أنه يكون في أطفال عندنا سليمين بالمركز لحتى نقدر ندمج أطفالنا بشكل صحيح بالمجتمع. الأطفال في لهم شيء سن محدد ولا من جميع الأعمار عندكم؟ هلق أطفالنا في نحن عم نستقبل أطفال ذوي احتياجات الخاصة من عمر السنتين تقريباً لثمان سنوات. بعد 8 سنوات بنحاول نعمل اختبار قبول للأطفال لحتى نقدر نستقبلهم، حتى نكون قادرين نقدم لهم شيء يفيدهم بهذا العمر. طيب خلينا نحكي عن نشاطاتكم القادمة بعد الدنيا أم، شو عم تحضروا؟ إن شاء الله هلق بمناسبة شهر رمضان، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، رح ننزل نشارك بمطابخ رمضان، رح نتوجه على إذا الله راد على مطابخ رمضان مع مبادرة خس الجوع إذا الله راد الجمعة المقبل. هي يعني ذكرتي حضرتك انه اعمار الاطفال هلا يعني عم تعانوا شيء صعوبات بتوجه الاطفال اللي عندكم على المركز، كيف عم يتم تقديم الاطفال اللي عندكم؟ هلا الشيء الصعب بتوجيه الاطفال هو فقط انه المواصلات شوي صعبه على اطفالنا، في اطفال كثير عم يجونا من اماكن بعيده، ولكن لانه المواصلات ما كثير عم بتخدمهم فعم لاقي هذا شوي الامور صعبه. الحمد لله عم نستقطب اطفال من جميع نواحي دمشق وريفها، حتى الاماكن شوي البعيده عم يجينا اطفال. الامور تمام، الوضع كثير منيح بالنسبه لاستقبال الاطفال. العدد اللي عم نستقبله كمان كثير جيد جدا بالنسبه للامكانيات المتوفره، والحمد لله الخدمات عم بتكون كمان مناسبه لحالات اطفالنا ومفيده كثير. خليني أسألك عن الكوادر يلي موجودة معكم بشكل مفصل، وخصوصا من شوي حكيتي عن فعالية الدنيا أم، بديتوا التحضيرات قبل شهرين، وعم نحكي أنه الطفل لما يوقف على المسرح ويؤدي أكيد بيكون في جنود مجهولين اليوم قادرين يعلموا هذا الطفل كيف يوقف على المسرح، فكيف تمت هدول، كيف تمت هاي العملية من الأشخاص اللي كانوا عم يساعدوا الأطفال لا يقدروا يوقفوا على المسرح؟ اكيد هلق كادر مركز ملائكه الجنه كان جاهز على مدى شهرين انه يشتغل مع الاطفال من جميع النواحي، ان كان من نواحي الدعم النفسي او نواحي التدريب على اللوحات الفنيه والراقصه، حتى من خلال اقتراح الافكار، من خلال تنظيم الاشغال اليدويه، البحث عن الامكانيات، البحث عن المواد الاوليه، فكانوا جاهزين على انهم يشتغلوا مع الطفل من جميع النواحي. فالحمد لله انه الكادر كان مؤهل علميا، مؤهل نفسيا، مؤهل، عنده طاقه كثير كبيره وكان عنده شغف، واكيد ما في شيء بنشتغله اذا ما كان في شيء حابين نشتغله او الشغف هو اللي موجهنا له ما بيتم بشكل صحيح. يعني بنعرف انه هيك نوعيه من الاطفال حصرا بدهم دعم نفسي مو بس معنوي، بدهم دعم نفسي مضاعف، بدهم اهتمام، بدهم المعامله معهم بتكون بحذر او بدها هيك شويه ذكاء عالي. كيف كنتوا تدعموا هدول الاطفال نفسيا؟ كيف كان طريقه توجه الدعم النفسي لهم؟ اكيد انطلاقا من مبدا الدعم النفسي للطفل لازم يكون الشخص اللي عم بيتعامل مع طفل ذوي احتياجات الخاصه هو طفل، هو مدرب مسؤول، مدرب عنده خبره بالمجال، صاحب اختصاص. فنحن بنستقطب المتدربين باختصاص اختصاص علم اجتماع او تربيه خاصه.
بيوضع خطة للطفل، هي خطة دورية شهرية بتكون للطفل، من خلالها بيكون في شيء اسمه مجال اجتماعي. بهذا المجال الاجتماعي بنركز فيه على الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الفنية اللي بتساهم إنه تدعم الطفل تدمجه بالمجتمع. ومن خلال المتابعة الدورية بخلال مثلاً سنة بدوامه للمركز، فأكيد رح يكون هو قادر على أنه يوصل لمحصلة بنهاية السنة، يقدم شيء بما يخص المجال الاجتماعي من ناحية اللوحات الراقصة أو من ناحية المسرح. أستاذة دعاء، خلينا نحكي أيضا عن النشاطات اللي بتقدموها اليوم بمركزكم للأمهات. يعني نحن بنعرف قديش في عبء على الأم لحتى تقدر، يمكن في أمهات للأسف ما بيقدروا يتقبلوا أطفالهم بالبداية أو ما بيعرفوا يتعاملوا معه، فشو الخدمات اللي أنتم بتقدموا بالمركز حتى تساعدوا الأم يعني تقدر أكثر تعطي ابنها أو تقدر تتعامل معه أكثر بالبيت؟ هلق من خلال الأنشطة اللي نحن بنقدمها، شي خاصيات بنسميها للأمهات هي الأنشطة الدورية، الدورات التدريبية، الجلسات التدريبية للأمهات وأولياء الأمور اللي بتخلي تساعد الأم للتعامل مع أطفالها بشكل صحيح. أيضا من خلال الورشات التدريبية اللي بنقدمها للأهالي والمتدربين وأيضا لأي طالب حاب يشتغل بهذا المجال. أيضا من خلال الاستشارات الدورية اللي نحن بنحاول نكون دائما على مدار 24 ساعة نتواصل مع أهالي من خلال الإنترنت، من خلال الفيديوهات اللي بنصورها عن طريقة العمل مع الطفل بالمركز، من خلال أنه يجي الأهل لعنا على المركز يشاهدوا طفلهم كيف عم يشتغل، من خلال الاستشارات، الخطط، التقييمات اللي بتوصل للأهالي. يعني مثل ما نحن عم نشتغل بالمركز، الأم في لها خطة عم تشتغل عليها، وإذا كانت غير قادرة على أدائها أو تطبيقها بالمنزل فنحن بتجي لعنا على المركز ومندربها لتكون قادرة على الشغل مع الطفل بشكل صحيح. يعني في دعم للأمهات بنفس الوقت مو بس للأطفال، وكثير مهم هذا النوع من الدعم. حصراً مثل ما حكيتي نرمين، في أمهات بالبداية ما بتتقبل أنه أنا طفلي يكون بهذا الوضع، فكتير حلو الشيء اللي عم تقدموه. وأكيد بدنا نتمنى لك شهر مبارك، ونتمنى شهر مبارك لجميع الأطفال التوحد واللي عندهم وضع خاص. بدنا نقول لهم العام وانتم بخير وانتم كثير مميزين، وشكرا كثير لك كنتي معنا اليوم. الله يخليكي، شكرا كثير لكم، شكرا لاستضافتكم الحلوه، شكرا دائما انتم عم بتضووا على الاشياء اللي نحن عم نشتغلها بشكل كثير صحيح وحلو، شكرا لكم. اكيد بنتمنى لكم كل التوفيق. بتضل هي النشاطات يلي بتقوموا فيها لدعم اطفال التوحد ومختلف الاطفال يلي عندهم احتياجات خاصه اليوم هي تثمن. يوم احنا لما نامل بهدول الاطفال انه عندهم قدره انه هنن مثلنا ما بيختلفوا عنا، اكيد يعني بيكونوا وضع مختلف. هيك لو بوقت كثير سريع رسالتك اليوم لكل الاشخاص. رسالتي للامهات انه امنوا بطفلكم، تقبلوا وضع طفلكم، حاولوا انكم تكونوا جاهزين لأنكم تساعدوا طفلكم حتى يتخطى المشكلة اللي هن فيها. نحن كتير عنا حالات شفيات تعالجت، اندمجت بالمجتمع، اندمجت بالمدارس. فبتمنى من الأمهات الغالين على قلوبنا كتير أنه أنتوا دائما مثل ما أنتوا كنتوا سبب قوتنا بأي شيء بدنا نتجاوزه بالمجتمع، تكونوا كمان سبب بتجاوز أطفالكم لهي المشكلة اللي هن عم يتعرضوا لها هلق حاليا. اكيد بدنا نشكرك مرة ثانية ونورتي صباحنا، واهلا وسهلا. شكرا كثير لكم، يسعد اوقاتكم يا رب. كل التوفيق لكم بنشاطاتكم واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم، اهلا وسهلا.